قادتنا خطوات الشوق والحنين من عمان حتى وصلت بنا إلى قرية مرحبة في لواء الكورة لتفتح لنا صندوق الهدايا من مواسم الخير والعطاء. موسم البطيخ ذلك المميز بمذاقه ولونه وقلبه الأصفر أو الأحمر يطفئ ظمأ الطريق أكلاً أو عصيراً في إبريق بين الأهل والأحبة. وعلى أنغام العود ترحب بلدة مرحبة بضيوفها الكرام وتترك فيهم عطر المكان وسرا للعودة. محلى ربوعك يا الكورة سبحان اللي سواكي سبحان اللي سواكي ثوبك من ورد الدحن قصر المالك حلاكي قصر المالك حلاكي. البطيخ كان في لواء الكرة يزرع قديما بسبعينيات القرن الماضي لغاية تقريبا سنة 1980، بعدين توقفت زراعته. صار في زراعات مجدية مثل زراعة البامية زراعة البصل طغت على زراعة البطيخ وتوقف زراعة البطيخ. البطيخ طبعا البعد، فاللهم صل على سيدنا محمد. قبل تقريبا 4 سنوات أنا وشريكي اتفقنا كنا خلنا نعيد زراعة البطيخ بالبعل بمنطقة مرحبة. فكانت تجربة أول سنة ونجحت ما شاء الله، زرعنا ونجحت، كانت تجربة ناجحة. ويعني كان أسلوب التسويق كمان نحكي إنه المواطن يتسوق بأرض المزرعة، فكل واحد بيجي وعياله لقط بطيختك بيدك بأخذ البطيخات على الميزان بوزنهن وبتيسر. فكان يعني فيها نوع من المتعة لقط بطيخته بيده. تجار ما منبيع بس بأرض المزرعة. طبعا البطيخ بعد بطيخ زاكي جدا جدا، بتمسك البطيخة تفتحها بالبيت انسى طعم البطيخ قديش خرافي، شوف ريحة البطيخ كيف بتحس ملطف جو بالبيت. احنا زرعنا البطيخ البلدي القديم اللي كان يزرع مناطقنا اللي بذرته عريضة، هذا كان العام موجود عندنا. والبطيخ الأحمر كمان اللي بذرته اللي نحكي صغيرة بصل 12-13 كيلو زي كمان زرعناه. العام كان في عندنا صنف جديد اللهم صل على محمد اللي هو صنف البطيخ من برا أخضر واللي من الداخل بيجي أصفر. البطيخ طبعا هذا يعني نحكي نسبة السكريات فيه عالية جدا، حلو جدا ورائع جدا. البطيخ السنة من الخارج أصفر من الداخل أحمر. البطيخ مرحبا صار وجهة نحكي سياحية للوا الكرة. بالمناسبة بتحدى بطيخ مرحبا إنه أي مواطن بده يخزن بطيخ مرحبا بيقدر يخزن هذا البطيخ لغاية الشتوية، يعني لغاية الشتوية نحكي كمان مربعاني. يمسك البطيخ ما يعني طريقة تخزينه سهلة، ما بده ثلاجة ولا شيء، يحطه بأي منطقة براد تحت التخت بالمطبخ بأي خزانة بس منطقة ظل بيخزنه لغاية الشتوية. وأجدادنا كانوا يعملوا زي هيك، وهذا بطيخنا يعني من ريحة أجدادنا. هنا نشامة ونشميات الوطن بين العمل والأمل يشكرون الله على جوده وعطائه دوما لا يوما. هم الفجر بخيره وعطره يزرعون فينا الحب والأمل ويتركون ابتسامة تملأ القلب بحب الحياة والعمل. صحيح أنه رجعنا ذكريات عن أبانا وأجدادنا بالبطيخ البلدي، وما شاء الله يعني التربة طيبة والهواء نقي يعني، والبطيخ لا يحط عليه كيماوي وما في كيماوي ما فيش، يعني الأمور كله بلدي بلدي، والطعم 100% ما شاء الله يعني الطعم البلدي الأصلي القديم. الجمعة الماضية تقريبا حوالي 8000 زائر كان بالمنطقة هاي، منطقة مرحبا. طبعا تزرع من البامية والفقوس والقثة والبطيخ البلدي والشمام. طبعا احنا هنا بنشتري البطيخ من المزرعة ونلقطه بيدينا. انا على طول السنة مدام الموسم شغال بالبطيخ بالمنطقة هاي ما بشتريش بطيخ الا من هون. بترحب بالضيف خلعتك من مغلاكي طيبي وبساطة بزمال كوف الراكب حياكي طيبي وبساطة بزمال كوف الراكب حياكي. الان عندنا مبادرة محطات من بلدي بنركز على الاسر المنتجة، كيف ندعم الاسر المنتجة؟ الاسر المنتجة يعني في مناطقنا في لواء الكورة بحاجة الى تسويق والى دعم من خلال بندعمها من خلال الزيارات، تشجيعها على الزراعة وعلى الانتاج البيتي، يعني الانتاج البيتي الموجود الان والبطيخ الاصفر للاخ محمد خريسة. الان كيف بنجلب الزوار للمنطقة؟ بنجلب المشترين عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي. الحمد لله رب العالمين بتواصلوا ناس معنا من عمان من مناطق اخرى من الجنوب،
صاروا يرتادوا المنطقة، المنطقة منطقة زراعية بفضل الله عز وجل، تربتها خصبة للزراعة. نحن اليوم يعني صادفنا مغتربين من كندا جاءوا لشراء البطيخ، يعني من سمعوا عن البطيخ من خلال مواقع التواصل ومن خلال الإعلام الذي دعمناه لبعض الأسر المنتجة في لواء الكرة. وهنا الخير والعطاء ونبع المحبة والكرم، هنا حكاية معطرة بالوفاء والعمل، وحمد لله بلا كلل مع إشراقة كل يوم جديد. هبت رياح الشوق وشرفت بالعين،